السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. دي المحاضرة رقم 4 من كورس وورد بريس للمبتدئين 2024. في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الثيمز، عرفنا الثيم وعرفنا إيه أهميته وإزاي نختار ثيم ونخصصه أو نتحكم في إعداداته. طبعا المرة اللي فاتت لما دخلنا هنا على الداشبورد من أبيرنس قلنا إن في ثيمز، نقدر ننزل أي ثيم من خلال Add New Theme نختاره، وبعد كده نقدر نروح من نفس Appearance هنا نعمل له حاجة اسمها Customize عشان نتحكم في إعداداته، أو إن إحنا من هنا نقدر نعمل Customize من فوق. النهاردة هنتكلم عن المقالات والصفحات، ودول العنصرين المهمين في ووردبريس اللي بنعرض فيهم المحتوى. البوستس هنا اللي هي المقالات، والبيجز اللي هي الصفحات. طبعا في البوستس هنا والبيجز برضو المحرر اللي احنا بنكتب فيه، لما بنيجي نعمل اد نيو بوست هنلاقي المحرر اللي احنا بنكتب فيه المقال او الصفحه هو شكل واحد، يعني مش متغير. يعني بنيجي هنا نكتب العنوان، وبعد من تحت هنا بنبدا نتحكم ونختار العناصر اللي احنا نعملها. ده بالنسبه للبوست، ونفس الموضوع بالنسبه للبيجز. نيجي هنا نعمل اد هنلاقي نفس الشكل الخاص بالبوست، فالمحرر شكل واحد، ولكن دي بتتعرض كصفحه ودي بتتعرض كبوست. تمام. طيب زمان لما ظهر الووردبريس كان في محرر سهل شويه كان اسمه كلاسيك اديتور، اللي هو الشكل ده. كنا بنيجي نكتب هنا زي الوورد كده، يعني بيستخدم برنامج الوورد بتاع الكتابه وتحرير النصوص. كنا بنكتب النص وننسقه عن طريق الشريط ده وهكذا. مع تطور الويب وظهور بقى التجاوب مع الموبايل ومع التابلت وامور اخرى كثيره، وورد بريس راح نزل حاجه جديده اسمها جوتنبرج، اللي هو المحرر الجديد بتاعنا اللي هو ده. فاصبح بدل ما تخش تلاقي المحرر اللي هو الخاص بالكلاسيك اديتور ده، هتدخل تلاقي المحرر اللي هو جوتنبرج اللي هو ده. ولكن برضو هما ادوا الاختيار للي بيستخدم ووردبريس ان هو ممكن يرجع يستخدم الكلاسيك اديتور لو هو مش حابب يتعامل مع الجوتنبرج، لكن الجوتنبرج افضل طبعا وامكانياته اوسع. ولكن لو انا حابب ارجع للشكل ده، برجع للداشبورد واروح للبلجنز، الاضافات، البلجنز، هنضيف الكلاسيك اديتور، فيرجع يحل محل المحرر الجديد. هنلاقيه هنا اسمه كلاسيك اديتور اهو، او بكتب في البحث كلاسيك اديتور بيطلع لي الكلاسيك اديتور. هنعمل له انستول. بعد ما نعمل له انستول بنعمل له اكتيفيت. تمام، اكتيفيت من هنا، او بنروح للبلجنز تاني هنلاقيه خلاص بقى موجود اهو، بس بنعمل له اكتيفيت. لو ما عملتلوش اكتيفيت يبقى كانه مش موجود، مش هيظهر. كده انا فعلت الكلاسيك اديتور اللي هو القديم ده. فلما اروح دلوقتي للبوست واعمل اد نيو بوست هيظهر بالشكل ده، يبقى الشكل اختلف. اقدر ان انا اكتب فيه زي اي حاجه، يعني ده مثلا لو جينا كتبنا هاو تو رايت ا بوست عنوان، هتيجي هنا تكتب بقى مثلا ايه ستيب 1، بعد كده بتيجي تكتب المقال. تقدر بقى تيجي على الكلمة اللي انت عملتها تقدر تعمل ليها يعني زي التنسيق او فورماتنج زي اي حاجة. وفي هنا تقدر تعمل توسيع للادوات بتاعتك وهكذا. الجزء ده برضو تقدر تخليه عنوان، بفتح العناوين هنا، ده عنوان فرعي او عنوان رئيسي ايا كان تقدر تتحكم فيه. ولكن ده بيبقى فيه مشكلة احيانا مع التجاوب، يعني ما تقدرش تعمل بيه صفحات وتصميمات كبيرة وكاملة، هو مجرد مقال، هتكتب مقال والمقال هيتعرض، لكن مش هتقدر تعمل فيه شكل صفحة زي صفحات الويب اللي احنا بنشوفها. ولذلك احنا هنرجع للبلجنز وهنعمل دي اكتيفيت، يعني ايه؟ هنلغي التفعيل بتاعه ونمسحه ونرجع للمحرر بتاعنا اللي هو الجوتنبرج، هو الافضل وهو اللي هنستمر عليه بعد كده عشان نبني صفحات ويب مخصصه ومتجاوبه. طيب هنروح دلوقتي مثلا للبوست،
هنرجع هنلاقي نفس المقال بتاعنا اهو، هعمل ايديت على الايديت كده، هلاقي ادي العنوان اللي احنا كتبناه، وبعد كده بنيجي هنا نبدا نضيف العناصر بتاعتنا. طيب العناصر بتاعتنا بنضيفها ازاي؟ اولا قبل اي حاجه، الجوتنبرج ده يعتبر حاجه كده مش بس مجرد محرر، ولكن هو زي بيلدر، يعني بيبني الصفحات، بيعمل صفوف، بيعمل اعمده، يخليك تحط الحاجات تحت بعض او جنب بعض وهكذا. تمام، فبنيجي مثلا ببساطه شديده عاوز اعمل عنوان، باجي على اد بلوك هنا او فوق هنا بعمل اد، بيفتح لي العناصر الموجوده. العناصر الموجوده دي هي اللي نقدر نستخدمها، عندي التكست وجايب لك كل الحاجات اللي لها علاقه بالتكست، ميديا وفي ميديا ديزاين وهكذا، كل دي عناصر نقدر نضيف. انا مثلا عاوز احط عنوان، باجي عند هيدنج كده واحط عنوان، تمام، واكتب مثلا تايتل 1 كده، انا حطيت خلاص العنوان. تمام، لما اجي بقى على العنوان ادوس عليه بيظهر لي الشريط هنا كده، تمام، في بعض الاعدادات، وفي نفس الوقت اقدر اجي هنا في هنا كده من فوق على اليمين، الشكل ده بيجيب لي برضو اعدادات تانية. فمثلا هنا في الاعدادات اللي على اليمين في تكست لونه ايه، انا ممكن اغير اللون، الباك جراوند لونها ايه، ممكن اغير الباك جراوند وهكذا، تقدر تتحكم في الاعدادات. وهنا تقدر مثلا توسطن النص، تقدر تخليه بولد شوية، تقدر ان انت تحط لينك، يعني احدده كده وادوس على الرابط واحط الرابط اللي لما اضغط عليه اروح مثلا على اي موقع او صفحة في الموقع او هكذا. فده ببساطة. طيب انا عايز اعمل يعني باراجراف بعد كده، هاجي تحت كده واجي برضو على ادي، او اجي على ادي واحط باراجراف، وبعدين باراجراف بنكتب اللي احنا عايزينه. الباراجراف ده بيبقى عبارة عن تكست كده عادي جدا، وتقدر برضو لما تيجي عليه هتلاقي الإعدادات من فوق، وهتلاقي الإعدادات بتاعته من هنا، الإعدادات دي خاصة بالباراجراف، لما أجي هنا دي الإعدادات الخاصة بالتايتل أو الهيدنج اللي فوق. طيب أنا جيت هنا كده عاوز الحاجة دي مثلا الباراجراف ده أغيره، أخليه بولد، أخليه في المنتصف، عاوز أغير لونه لأي لون أنا عايزه، ان انا اعمل انا العناصر. طب اعمل صوره، باجي على اد بلوك واجيب صوره من هنا او من فوق، ومن هنا اشوف انا عاوز صوره هحملها عندي من على الجهاز ولا موجوده عندي على الموقع. لو موجوده عندي على الموقع بجيبها على طول، هدوس عليها كده وانزل تحت اقول له سيلكت. لو انا هحملها من على الجهاز بجيب ابلود فايلز واعمل سيلكت فايلز واجيب الصوره اللي انا عايزها وتتحمل. طب انا هختار صورة من هنا كده وليكن الصورة دي واعمل سيلكت، هتنزل الصورة بالشكل ده. طيب الصورة دي تقدر برضو تتحكم فيها من خلال الشريط اللي فوق ومن خلال الاعدادات اللي على اليمين. تمام، طيب الاعدادات مثلا زي انا عاوز اوسطنها، ممكن اجي كده الاين واقول له الاين سنتر فيجيبها في المنتصف، اقدر برضو اجي من على الحدود يمين ومن على اليسار هنا كده، واقدر ان انا اصغر واكبر في الصورة زي ما انا عايز، اقدر اعمل لها كروب لو انا عايز ان انا يعني اظهر جزء معين من الصوره، لو الصوره كبيره او كده اقدر ان انا اعمل اكتر من حاجه من خلال الاعدادات دي. تمام، طيب انا كده استقريت على شكل معين زي كده. تمام، لو عندي اعدادات من اليمين هنا عايز اغيرها بقدر ان انا اغير الاعدادات زي ما انا عايز. تمام، هاجي بعد كده عاوز اعمل عنوان تاني زي التايتل ده، بس عايز اعمله زيه بالظبط، ممكن بدل ما اقعد ابدا من الاول اكتب تايتل واحط نفس التنسيق وكده. تمام، انا ممكن اجي عند العنوان ده كده واجي اقول له من هنا كوبي، اجي عليه واختار من الثلاث نقط دول كوبي، وبعدين هاجي تحت هنا كده واعمل كليك يمين واعمل كده واعمل باراجراف، بعدين جوه الباراجراف اعمل بيست، هيعمل لي نفس التنسيق ونفس كل حاجة، وأكتب له بقى تغيير النص. تمام، فدي لو أنا عايز أعمل دوبليكيت. في حاجة تانية ممكن نعملها، لو جينا فوق هنا هنلاقي في حاجة اسمها الدوكيومنت اوفر فيو، دي الشجرة بتاعت الصفحة، لما أفتحها كده هتلاقي العناصر، أدي تايتل 1، لما أدوس عليه حدد لي تايتل 1،
باراجراف، لما ادوس عليه هحدد الباراجراف. الايمج لو انا مش عارف اروح للحاجه بروح لها هنا، فانا اقدر اجي مثلا في تايتل 2 ده واجي هنا من جنبيها وافتح دي واقول له دوبليكيت. يعني ايه؟ يعني اعمل نسخه منه، هيعمل لي نسخه ثانيه منه. اجي عند النسخه الثانيه دي وابدا اعدل النص، تمام. طب لو انا عايز الباراجراف ده اعمل منه نسخه، اعمل دوبليكيت، وبعدين ممكن اجي بقى على الباراجراف الثاني ده واقول له انا عايز ديت فين؟ تحت 2. هينزل كده، يبقى الباراجراف ينزل تحت تايتل 2. طب عايز اعمل واحد تاني اهو، وانزله بالسحب كده تحت 3. يبقى كده احنا بنعمل ايه؟ بنخلي وقتنا اسرع في عملية الانجاز. دي النقطة اللي احنا كنا عاوزين نشرحها في التنسيق. طبعا انت عندك عناصر كتير تقدر تستخدمها، زي مثلا لو انا جيت عملت اد من هنا او من فوق زي ما اتعودنا. عندنا في ليست، لو انا عاوز اعمل مجموعه حاجات زي بقى تحت بعضيها، يعني ليست كده مثلا، تمام، ايتم 1 ايتم 2 ايتم 3 وهكذا، تقدر تعمل العدد اللي انت عايزه. وبرضو لما تيجي عليها تقدر تعمل تعديلات على اي حاجه في الاعدادات بتاعتها، تمام، من هنا او من على الاعدادات اللي على اليمين. دي هي مختصر لطريقة استخدام جوتنبرج. طبعا في حاجات تانية بقى متقدمة شوية، يعني انت ممكن دلوقتي تفتح دي مثلا، تقدر تحط كود، تقدر تحط تيبل، تمام. ولو نزلنا تحت شوية في جاليري، لو انا اكتر من صورة عاوز احط جاليري كامل، هاجي اختارها، يفتح اللي انت عايزه، فهاجي كده اشوف ممكن اختار الصور اللي عايزها اهي، اي صوره مثلا مجموعه من الصور، فهيروح حاططهم جنب بعض بهذا الشكل، بقى في جاليري هو بينظمهم، بينسقهم بشكل كويس. ده لو انا عايز اعمل جاليري. ففي اكتر من عنصر تقدر تعمله. الكلام ده بيبقى صعب في الكلاسيك اديتور، علشان كده احنا بنقول ان جوتنبرج افضل. اقدر احط فيديو، احط الفيديو واحط اللينك بتاعه من على اليوتيوب يظهر في الصفحه. اقدر احط باتون، لو انا عايز احط زر مثلا ادوس عليه كده هيظهر لي زر زي كده مثلا، اقول له كونتاكت اس، تمام. بعد ما اقول له كونتاكت اس ابدا انسق، انا عايزه مثلا في المنتصف، هاجي هنا واقول له الجزء ده جاستيفاي ايتم للمنتصف، تمام. يبقى كده انا حددت. ممكن بقى طيب اللي يدوس عليه يروح فين؟ اجي على اللينك واقول له يروح مثلا google.com، وبعد ما ادوس اللينك اعمل السهم ده كده خلاص. ايه ادفع. عاوز لما يفتح في نافذة أو تاب جديدة ولا في نفس الصفحة؟ ممكن نافذة جديدة ما دام الموقع مختلف. كده أنا عملت الإيه؟ الزر أو الباتون. في مجموعة تانية من الخيارات، لو أنا عايز أحط حاجات جنب بعضيها، يعني عاوز أحط نص وجنبيه صورة، في حاجة اسمها كولومز، أعمدة، هاجي أختار العمود، هيجي هنا في العمود يقول لي عاوز شكله إزاي، عمودين ولا عمود واحد ولا عمود صغير وعمود كبير، دول يعني ايكوالز قد بعض، وفي كذا شكل، في ثلاثة، في اكتر. انا ممكن اقول له عاوز اتنين قد بعض كده. لما يكون في اتنين قد بعض هنيجي هنا نلاقي عمود وعمود، اجي في العمود ده مثلا اقول له حط لي نص، تمام، خلاص انا حطيت كده في العمود. طب انا مش شايف حاجه، افتح الشجره كده واجي عند الكولمز اهي وافتح الكولمز، الاقي العناصر اللي جواها دي واحد وادي اتنين. واحد لو فتحته هلاقي جواه في ايه؟ في نص. طب انا عايز اعمل حاجه بعديه، ممكن اجي من هنا واقول له اد افتر، جاب لي باراجراف عاوز اغيره، بدوس هنا واختار العنصر اللي انا عايزه، بس انا عاوز باراجراف، تمام. This is a description، احط اي نص، خلاص انا كده كتبت. طيب عاوز اروح للعمود بقى اللي جنبيه، العمود اللي جنبيه هنا هاجي ادوس عليه
واختار صورة، واختار اي صورة من الصور اللي موجودة كده، اصبح في صورة وجنبيها نص. تمام. طيب انا عايز اوسط النص، باجي كده واقول له align middle، يوسط النص بهذا الشكل. بعد ما بنعمل الحاجات دي بنعمل publish، من publish بنروح view post، هنلاقي الصفحة بتاعتنا معروضة قدامنا بهذا الشكل زي ما عملناها بالظبط، نفس تنسيق الصفحة اللي احنا عملناها. ولكن احنا ممكن نلاقي ان الصفحة مش full width، يعني مش ماسكة من اليمين قوي للشمال، يعني كلها ملمومة في منتصف الصفحة. دي نعالجها ازاي؟ دي بتبقى من الكاستمايز. المفروض ان انا اروح للكاستمايز زي ما عملنا المرة اللي فاتت، واروح للسنجل بوست. ليه سنجل بوست؟ قلنا ان السنجل بوست ده هو طريقة عرض كل مقال او صفحة بشكل منفصل. هنروح للهنا بوستس بيج لاي اوت، وهنروح لحاجة اسمها سنجل بوست. وفي السنجل بوست هنزل تحت شوية كده، هلاقي هنا في اللي اوت، اختار مثلا فول ويدث لان احنا كنا مختارين دي. لما اختار فول ويدث هتلاقي الصفحه راحت ايه، بقت بشكل اوسع وافضل، وتقدر تبدا تشتغل عليها بهذا الشكل. وهكذا نفس الموضوع ده في البيجز او الصفحات، يعني ده البوست نفس الموضوع، بنروح للصفحات ونحط نفس ونعمل نفس يعني الاداء ده، نعمل اد نيو بيج ونبدا نختار العناصر والبلوكس بتاعتنا ونحطها بالشكل او النظام اللي احنا عايزينه او بالترتيب اللي احنا عايزينه، فتطلع بعد كده الصفحه بنفس الطريقه. ده كان سريعا ازاي نكتب في البوست والبيج، وازاي نحط مقالاتنا بشكل مرتب ومنظم، وازاي نشوف العناصر اللي احنا عايزينها في البلوكس، نحط العنصر اللي احنا عايزينه ونتحكم في اعداداته علشان يظهر بالشكل المناسب. شكرا جزيلا لحضراتكم، ونلتقي ان شاء الله في المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.